أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لمواصلة تطوير آفاق التعاون المصري السعودي في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الدكتور عصام بن سعيد وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي طالبه الرئيس السيسي نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا على خصوصية العلاقات المصرية السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي. كما نقل عضو مجلس الوزراء السعودي للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي. وأشار الوزير السعودي إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين شقيقين، معربا عن حرص السعودية على تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق مصالح شعوبها.